في الجرأة اللي ارتبط اللفظ ده في شهر رمضان بقناة القاهرة والناس، لأنك بتفتح الأبواب المغلقة اللي ما حدش بيجرؤ إن هو يدخلها، ولا حتى الموضوعات اللي حد بيفكر إنه يسأل فيها أو يجرؤ إنه يسأل فيها. أسماء إبراهيم بتجرؤ جدا لأن معاها الحبر السري، وحبرها السري ما بيفرقش بين حد وحد. بعد النجاح الكبير اللي حققته النسخ اللي فاتت من برنامج حبر سري لزميلتنا العزيزة أسماء إبراهيم، هي مكملة مشوار النجاح في رمضان. خلينا نشوف برومو صغير للي هيحصل واللي هيكون في رمضان ونرجع نكلمها هنا. حبر السري على القاهرة والناس. ندمتي على أجرأ أدوارك ومشاهدك في فيلم شايفة زينة فين وانتي فين؟ نجوميتي أكتر من زينة، معلش أنا نجوميتي عملتها بنفسي، محدش ساعدني بمكالمة تليفون، أوكي؟ ظهورك في مقلب رامز جلال غلطة وندمان عليها؟ أنت اتهنت قوي يعني. هل ممكن نشوف مي عمر بطولة مشتركة مع غادة عبد الرازق رغم خلافها مع محمد سامي؟ جاملتي جوزك في ضمه لمسلسلك الجديد؟ ده أخطر سؤال ولازم هنجاوب عليه. لا مش لازم. اللي كتبه ده قلبه ميت. لا لازم هتقرأ ولازم هتجاوب. كل المشاكل اللي بيواجهها اتحاد الكرة المصري دلوقتي أساسها كابتن ميدو اتهامات خطيرة، أنت عارف أنت بتقول إيه دلوقتي؟ طبعا. أحمد عز قال لي خس واظبط جسمك وكده، كلمته قلت له بقالي شهر ونص سمعت كلامك الحمد لله زدت كيلو ونص. ليه رافض إن بنتك تدخل المجال الفني؟ الحضري أي حد بيضحك عليه عشان يغير قراره. مالكش دعوة بعصام الحضري، فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ يعني عبقرية زميلنا العزيز ميلاد أبي رعد المخرج الكبير وجرأة وثقة وتمكن زميلتنا العزيزة أسماء إبراهيم في حبر سري. أسماء مساء الخير، إحنا معاكي على زوم هنتكلم عن حاجات كتير جدا، هي هتكون موجودة معانا وهتحكي معانا عن إيه أصعب المواقف اللي قابلتها. لو كان البرومو بهذه السخونة والسنة اللي فاتت كان في هدوء شوية، السنة دي إيه اللي حصل وشعل للأمور قوي كده يا أسماء؟ مساء الخير وكل سنة وانت طيبة. أسماء إبراهيم زميلتنا العزيزة جدا مقدمة برنامج حبر السري، يا أهلا. الفل. مساء الفل. يعني البرومو يعني عايزة أقولك مش جريء، بس ده جريء جدا للغاية خالص. إيه اللي بيحصل عندك في الاستوديو يا أسماء؟ اللي بيحصل أولا كل سنة وانت طيبة يا كريمة، انت عارفة أنا بحبك قد إيه وغالي عندي قوي. وانت كمان جدا يا أسماء حبيبتي، كل سنة وكل أمهات مصر يا رب، وأولهم طبعا أمي بخير وبصحة وسلامة. كل سنة وهي بخير، أم زي القمر الحقيقة يعني. ربنا يخليك يا حبيبتي. اللي حصل إن أنا اتشرست شوية. حصل إيه؟ احكي لي. يعني يعني تربيت بقى طبعا الجميل ميلاد أبي رعد ومحمد الشريف، فأكيد لازم أتشرى شوية. فبقيت شريرة الموسم ده على الآخر. بقيت شريرة قوي. عارفة أنا عايز أعرف إجابة السؤال اللي أنت سألتيه للفنانة الجميلة نيلي كريم بتاع جوزها والمسلسل، هتغششيني؟ لا مش هقدر، بس أكيد الحلقة هتتذاع في أول أسبوع من رمضان، نستنوها. أصلا إحنا بادئين برانيا يوسف وحلقة ضرب نار. لا عندنا حلقات قوية جدا وفي حاجات تانية لسه ما جاتش كمان في البرومو. طب قولي لي أصعب حلقة عملتيها مع فنان أو شخصية رياضي غيره، مين من الناس اللي كانوا موجودين معاكي حسيتي إن الحلقة دي لا مش ممكن ربنا يستر؟ هو ميدو. ميدو وباين ميدو. أنت قد الكلام اللي أنت بتقوله ده. ميدو قايل تصريحات بجد مستحيل تتوقعي إن هي تطلع على الهوا. أنا كنت واقفة مخضوضة، اللي هو على مسؤوليتك أنت بتقول الكلام ده، أنت واعي بتقول إيه؟ لا 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 الموقف كان صعب قوي، ميدو والحلقة بتاعته صعبة قوي صعبة. طيب في حاجات هتتحذف؟ والله احنا القاهرة والناس عندنا معروفة بالجرأة. ايوه معروفة يا طبعا ما بيهمهاش اي حاجة، فاكيد ما فيش حاجة هتتحذف. يعني هو الضيف بيتكلم على مسؤوليته. واسماء ابراهيم ما بتصدق بقى، يعني انا عايزة كفاية اقولك ان يعني انا برضو اسماء من نجاح لنجاح.
البرومو بتاع البرنامج عظيم. الأستاذ ميلاد أبي رعد كالعادة يعني بيقدم الشكل العظيم للبرامج الخاصة بالهارد توك في القاهرة والناس، وتقديمك مميز جدا، إن شاء الله حلقات مميزة، وكلنا في انتظار هذه الجرأة من أسماء إبراهيم في حبر سري. كل سنة وانت طيبة يا أسماء. وانت طيبة حبيبتي، وكل مشاهدينا بخير وسلام وصحة، وإن شاء الله يا رب كل سنة والقاهرة والناس كده من أعلى لأعلى يا رب. ان شاء الله واحنا سوا. كل سنه وانت طيبه مره ثانيه يا رب. انا بيت القناه خلاص، عمري ما سيبها. خلاص بيتك. شكرا طبعا زميلتنا العزيزه حبيب. صديقتنا العزيزه الاعلاميه اسماء ابراهيم، حبر سري على شاشه القاهره والناس يساوي الجرأة بامضاء القاهره والناس. طيب